بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم متابعين قناه عرب دين لينكس، معكم عبد المجيب. ودرسنا اليوم عن درس ما تكلمنا عن اللي هن المتغيرات الخاصه بالنظام اللي جاي مع النظام. اليوم درسنا هو اليوزر ديفايند فاريبل، تمام؟ طبعا بالمناسبه الدرس الماضي انا نسيت حرف الاي هذا. اوكي، اليوزر ديفايند فاريبل هو متغير يسويها المستخدم ويحتفظ بمعلومات خاصه فيه. شلون؟ احنا بالدرس الماضي عرفنا انه في متغيرات خاصه بالنظام، انه لما تكتب مثلا هوست نيم يطلع لك الهوست نيم، لكن خلونا احنا نسوي متغيرات خاصه بنا ونعطي احنا قيم خاصه بنا. اول شيء لازم تعرف انه في قواعد مهمه جدا لتسميه المتغيرات. من ضمن القواعد انه اول حاجه يصير المتغير غير محجوز بالنظام، يعني الغير محجوز المتغير هذا ما تسوي متغير محجوز بالنظام. الشيء الثاني المتغير ما يبدا برقم، تمام؟ الحاجه الثالثه او الحاجه الثالثه هي نعم الثالثه، تمام، انه المتغير يكون اسمه بالبدايه ثم تعطى قيمته الثانيه، يعني ما تقول قيمه تساوي كذا. خلونا نسوي متغير عشان تفهمون اكثر، تمام. هذا ملف شل. طبعا ملف الشل زي ما انتم عارفين لازم نبدأه بالشكل هذا، بن باش، وبعدين نسوي متغير. المتغير تكتبه بالبدايه هنا، تكتب مثلا كي حرف كابيتال، مثلا تكتب مثلا ماي هوم، حلو، يساوي. تلاحظ تلقائيا اذا كان عندك ملف يلون راح يعطيك انه هذا متغير، يساوي ايش؟ تحط علامات تنصيص تقول يساوي ايش؟ ماي هوم يساوي هوم، طبعا هذا مسار الهوم حقي عبد المجيب مثلا، او مثلا نقول فيديوز، حلو؟ فانا مثلا ماي فيديوز، نغير هذا متغير الى فيديوز، فيدز مثلا، حلو؟ اوكي، بالشكل هذا احنا سوينا متغير. احنا شلون نعرض المتغير هذا؟ عرض المتغير بسيط، عم تكتب اكو بعدين ماي علامة هذه، بعدين تكتب ماي فيدز، بالضبط، حفظ. الآن لو جينا وسوينا تشغيل للشل هذا راح يظهر لك اللي هو المتغير اللي احنا سويناه تشغيل. لاحظ انه ظهر لك المسار هذا. اوكي، ايش الفائدة؟ ممكن انك تسوي استعراض للهوم هذا اظهاره. كيف تسوي اظهار له؟ فبدلا من ايكو مثلا تقول اوكي، مثلا احنا خلونا نتطور شوي نسوي حاجة حلوة، مثلا ذا اللي هو ذا فولدر هم اللي حط المتغير حقنا اللي هو ماي فيدز، حلو، كونتينز اللي يحتوي على، ثم نجي هنا ونسوي ليست بالملفات اللي موجوده ls، وبعدين ls ايش؟ ls هذا ماي فيدز، نسوي حفظ ونشغل. اوه، هذا يعني انه انا غلطت باسم المسار حق الفيديوز. مسار الفيديوز عندي يبدا بحرف الفي كابيتال. اوكي، خلونا نشغل مره ثانيه. لاحظ انه الان قال لك ذا فولدر هذا كونتينز، واعطاك اسم الملفات اللي موجوده، هذه ملفات الفيديو اللي موجوده عندي، مجلد الفيديو، حلو. هذا هو المتغيرات. انتبه وخلك مركز معي ومصحصح انه المتغيرات ممكن انك تعطي قيم كثيره، لكن تأكد انك مثلا ما تحط رقم بالبداية لانه ما راح يشتغل المتغير، تمام، وتكون القيمة بالبداية، يعني انك ما تقول مثلا هوم اما تقول يساوي وتكتب المتغير، غلط، لازم يكون المتغير هو بالبداية. ايضا ما في مانع من اليوزر ديفايند انها تكون الحروف صغيرة او كبيرة، ما عندك مشكلة. خلونا نجرب ونسوي واحد مثلا ماي بيكتشرز كثيرة صراحة، ماي دوكيومنتس برضه كثيرة، ماي هوم يساوي، هم نعطيه الهوم حقي هوم عبد المجيب. مع العلم انه الهوم ممكن احنا نطلعه عن طريق متغير موجود بالنظام اللي هو الهوم، تكلمنا عنه بالدرس الماضي. اوكي، خلونا احنا نسوي شيء ثاني. ايكو اند ذا هوم فولدر كونتينز، هم نحط الاس ايش؟ الاس ماي هوم، سيف، ونسوي تشغيل طق طع. لاحظ انه اشتغل معنا وكلش تمام زي ما انتم شايفين، انه اعطانا بالبدايه هنا ايش يحتوي عليه الفيديو، ثم قال ان هذا يحتوي على اللي هو الهوم، يحتوي على الحاجات هذه. اوكي، في حاجه ثانيه لازم ايضا تحطها ببالك، اللي هي انه المتغيرات هذه تسميتها واستخدامها بسيط جدا، وانها راح تحتفظ لك بوقت كبير. فاذا عندك مثلا ملف كبير وضخم، فبدلا ما انك تقوم وتكتب هذه القيمه كل شوي، تكتب هذه فقط. ايش الفائدة؟ الفائدة انك بعدين حبيت انك تغير مكان الحفظ، تيجي وتغير هذه فقط.
حلو. فاحنا بالشكل هذا عرفنا شلون نسوي متغيرات وشلون نسوي ليست للمتغيرات اللي موجوده. خلونا نسوي سكريبت بسيط قبل ما نخلص، يعني نصير استفدنا من جميع الدروس الماضيه. اوكي، السكريبت اللي راح نسويه ان شاء الله بسيط جدا، وهو انه راح يوصل المكان معين، راح مثلا يحذف ملف من مكان معين، هذا اللي احنا نبيه. اول شيء هو راح ينشئ ملف، بعدين راح يحذف الملف. شلون نسويه؟ بسيط جدا. طبعا في بعض الاوامر يمكن ما تطرقت له، راح اتطرق له اليوم. طبعا هذا ايضاح فقط، ولا الاوامر في دروس قادمه ان شاء الله. عندنا المتغير الاول، المتغير الاول اللي هو مثلا نسميه مثلا ديستنيشن، لا بعيد ديستنيشن، خلينا نسميه مثلا ريموت، اللي هو الملف اللي حابين نحذفه. يساوي الملف وين موجود؟ موجود مثلا عندي بالهوم عبد المجيب مثلا. طبعا عندي هذا الملف زي ما انتم شايفين، هذا ما بيه، ابي احذفه. تمام، خلونا نقول شل دوت شل، هذا اللي راح احذفه انا. اوكي، ايضا عندنا متغير ثاني مثلا نقول نيو فايل، يساوي ونحط ملف جديد، نسوي تاتش ملف جديد طبعا عن طريق الامر تاتش. حلو، لكن احنا هذا الفايل فقط راح نسويه. الفايل اللي راح نسويه هو اللي هو نفس الملف هذا، راح نسترجعه لقافه هوم عبد المجيب شل دوت شل، هم نقول كذا نيو. حلو حلو. الان راح ننفذ الشغلات هذه ببساطه. نكتب echo looking for، هم نحط المتغير حقنا removed بالشكل هذا، ونحط نقاط كانه فعلا يبحث. ثم نسوي sleep، في امر اسمه sleep. sleep هذا الفائده منه هو انه ينام. نعم، ينتظر 3 ثواني 5 ثواني حسب الثواني اللي تبي، فهو ينتظر 3 ثواني ثم ينفذ الامر. بعد ما انه ينام تسوي rm للملف هذا اللي هو removed، وبعده touch، او خلونا نسوي مثلا echo the file has been removed. حلو، ثم نسوي sleep برضو 3 ثواني، ونسوي حاجة ثانية اللي هي touch. هذا الفائدة منه هو انشاء ملفات جديدة. touch ايش؟ new file، هو اسمه new file متغير؟ نعم new file. الان راح يسوي لنا ملف جديد، ثم بالنهاية نقول له echo the new file has been created. اوكي، خلونا نشغل ملف الشال ونشوف ايش صار. لاحظ انه انا اقول looking for، يبحث عن الملف هذا. حلو، the file has been removed، تم حذف الملف. اوكي، the new file has been created. الان لو سوينا الاس للهوم عندي، لاحظ انه الملف اللي كان هنا موجود راح، وتم انشاء ملف جديد. ها، ملف بسيط سهل جدا، ونفذنا عن طريق ملفات الشل هذه. في النهايه حاب اقول لكم انه المتغيرات الخاصه بنا ممكن اننا نحطها بين اقواس بالشكل هذا، الاقواس الكبيره طبعا، فانت ممكن انك تسوي بالشكل هذا. الفائده من هنا انك تعرف ان هذا متغير، بحيث انك لو حبيت تلصق بجنبه كلمه ما عندك مشكله، لكن لو انك لصقت او خرجت كلمه قريبه من المتغير بالشكل هذا راح تكون ضمن المتغير نفسه. فالفائده من هذه انك تفصل المتغير عن غيره. هوم، لاحظ انها انفصلت. انتهى درس اليوم، نشوفكم ان شاء الله بالدرس الجاي، وفي امان الله.